البروفايلو او ابره الخمس نقاط لشد الوجه من اكتر الابر شهره واكتر الابر مطلوبه. النهارده عايزين نعرف ايه الاستخدامات الاخرى اذر ذان ان احنا نستخدمها للوجه. البروفايلو بيتمتع بان هو من اكتر تركيزات الهيالورونيك اسيد اللي موجوده في ابر النضاره، وبالتالي ليه استخدامات ثانيه كتير. اقدر ان انا استخدمه للايدين، لنضاره الايدين والصوابع، اقدر استخدمه لشد الرقبه، اقدر استخدمه كمان لمناطق معينه في الجسم علشان تديني شد للترهلات الخفيفه اللي بتكون موجوده في منطقه الذراعين او منطقه البطن او حتى منطقه الركب. طيب دلوقتي ايه تاني اقدر يكون مختلف للبروفايلو؟ البروفايلو مش بس شرط ان انا استخدمه لوحده، اقدر ان انا اعمل له كومباينيشن مع حاجات تانية كتير، من السكين بوسترز التانية، من حاجات اللي هي بتعمل استيميليشن للكولاجين، حتى ايفن اقدر ان انا اكومباينت مع سام ديفايسز زي الليزر زي الراديو فريكوينسي.